كما شهدت قرية نجريج محافظة الغربية تدشين أولى مبادرات الحوار المجتمعي لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتم خلال المبادرة تعريف المواطنين بأهميتها مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية في مراكز بسيون وكفر الزيات وقطور والمحلة. حياة كريمة جاية لكم عشان تحقق المعجزات، وجاية لكم تحقق اللي انتوا عايزينه، جاية لكم تشوف ايه أهم مشاكلكم، علشان قبل ما تبدأ المرحلة الثانية إن شاء الله اللي دولة رئيس الوزراء أعلن عنها في شهر إنها تبدأ في شهر 1 اللي جاي، عايزينها تبدأ من المواطن وللمواطن، وفق رغبة المواطن وفق المواطن محتاج إيه بالظبط عشان أقدر أحققه له. إحنا النهاردة سمعنا كلام أهالينا، وكان كلام واستقبال مشرف. بدأنا نسمع من الناس وبدأنا نشوف أهم مشاكلهم اللي بتواجههم. كان برضو معظمها بتتكلم في المحاور الأساسية اللي بتقوم عليها المبادرة، زي الإنارة والكهرباء، زي محاور الطرق، زي الصرف الصحي، زي مياه الشرب، زي المدارس، زي الصحة. تقريبا اتكلموا في معظم المحاور اللي بتغطيها المبادرة، واللي ان شاء الله بإذن الله لما يلمسوا ويشوفوا المبادرة في بداية شهر 1 اللي جاي بدأ بتحقق أحلامهم دي، هيبقى يعني يجنوا ثمار حوارهم المجتمعي وحوار طلباتهم اللي طلبوها من مبادرة حياة كريمة. نشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على حياة كريمة في كل القرى المصرية ومن ضمنها قرية نجريج، فالحمد لله رب العالمين، وده اللي كانت الناس بتنتظره من زمان، وكل اللي ينقص في البلد يقوموا بفعله فعلا بالفعل. شغالين في كل مكان في القرية، كل مكان في قرية نجريج، شغالين في كل شارع، مية وصرف، وإن شاء الله الغاز داخل والتليفونات وكل شيء تمام، واخد باله بتوع المعاشات والموظفين وذو الهمم. فاكتر من كده ايه؟ ده احنا نشكر شويه على دماغنا من فوق، سياده الرئيس حبيبي وروح الملايين كلها.